هذا الاتصال لعله هو نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ما هو حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك هو نفسه شيخنا الكريم. حياك الله يا أخي الكريم بارك الله فيك. أسأل الله أن ينفعك بما قلنا يا أخي بارك الله فيك. نعم تفضل. السؤال الأول للشيخ الفاضل. تفضل. أن شجاعة أبو بكر قد تمثلت في أنه كما تزعم أنه قد رفض إعطاء فدك لرسول الله، ولكن قرأت في كتاب المتقي الهندي في كنز العمال الجزء الخامس صفحة 631 أن أبا بكر يقول ثلاثة ولدت أني لم أفعلهن، فأما اللاتي فعلتها ولدت أني لم أفعلها، فولدت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وإن كانوا قد غلقوه. هل يعني كان قد استنكر على نفسه في أواخر حياته ما فعله على فاطمة الزهراء منه كشف بيتها كما يقول الشيخ ابن تيمية؟ أما المسألة الثانية الشيخ الفاضل، هل تعتبر شجاعة لأبو بكر عندما قام كما في المتقي في كنز العمال عندما تقول السيدة عائشة أنه قد جمع الأحاديث وكانت 500 حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا، قال فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال يا بني هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لما أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فيكون قد نقلت ذلك، فهل حرق أحاديث رسول الله وهو الذي كما بعض الأحاديث تقول كتاب الله والسنة جائز؟ أما السؤال الثالث للشيخ الكريم، هل تعتبر كرامة وشجاعة لأبي بكر عندما يقول في مجمع الزواء طبعا من قول الرواية عندما شك في عائشة وقال ماذا تقول ما يا رسول الله ما تنظرن بهذه، أشار إلى عائشة، ما تنظرن بهذه التي خانتك وفضحتني؟ هنا اتهم أبو بكر عائشة بنته بالخيانة مع العلم أن الله قد برأها بعد ذلك، هل تعتبر هذه شجاعة وكرامة ومنزلة؟ وإذا كان أبو بكر قد شك في عائشة فما بالكم اليوم تكفرون بعض الناس الذين يأتون بأحاديث من رواياتكم أن عائشة قد ارتكبت بعض الذنوب أو بعض المصائب كما ينقل فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 622 أنه كان يدخل عليها الغلام. أخي الكريم بارك الله فيك. أخي بارك الله فيك، الأسانيد اللي بتذكرها اقرأها ببطء علشان ما تاخدش المسألة كده أن أنت بتذكر أسانيد، اقرأها ببطء علشان نفند لك هذه الأقوال. ليه الاتصال الأخ حمدي يقسم لي أنه فصل من عنده لا من عندنا، وهذا الأخ الذي سمى نفسه في هذه الحلقة عبد الله هو نفسه عبد الرحمن، منذ أول كلمة نطق بها صوته واضح، وليس هناك حرج في أن يواجه، ولكن الذي أدعوه إليه أن يعني يتجرد لطلب الحق. الذي يسلسله ويذكره هو محاجاة ومدافعة عن باطل، يلتقط أكاذيب ليحولها إلى قواعد يجعلها أسانيد له للطعن في من؟ في أبي بكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ذكرت، لن يعني أخوض أكثر من ذلك في هذه المسألة، ولكن سنخصص إن شاء الله تعالى لقاءات بعد أن نستعرض بعض الوقفات من خلال سورة يوسف لحاجتنا الماسة. إنه شيعي واضح جدا، ونفس المداخلة كانت الأسبوع الماضي. يعني نسأل الله العفو والعافية. الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إياكم وأصحابي لا تسبوا أصحابي، الصحابة اللي حملوا الدين وكونوا دول وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحموا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم ودمائهم، يعني الواحد مش متخيل الواحد يعني هل الفتن وصلت للدرجة دي؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، يا رب عافينا يا رب عافينا، الفتن فعلا بقت طاحنة. والواحد بيتذكر كلام حضرتك يا شيخ من أيام، يعني أنا حضرتك تقول يعني تضرع لله عز وجل إن القدم بس كده مجرد ما يرفع عن الأرض وقبل أن يوضع القدم الآخر، اسألوا الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يوضع على فتنة. اللهم اقبضنا اللهم اقبضنا، يعني اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في توحيدنا ولا في عقيدتنا،
السؤال بس اللي انا بسأل على حضرتك عليه اتفضلي دلوقتي، واضح اتفضلي. ان حضرتك بتجاوب على بترد على الشبهات بتاعت الشيعة اللي مش عايزة، بس يعني طبعا يعني الواحد عايز يسب يعني، بس دلوقتي كل اللي قلقني هل احنا دلوقتي واجبنا كعقيدتي وحميتي على ديني، هل واجب عليا ان انا ارد عليهم اللعن؟ هل واجب عليا دلوقتي ان انا اقول عليه هو لعنات الله عز وجل هو وعقيدته وكل من اتبعوا العقيده اللي قايمه على سب الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل منهم براء، هل واجب عليا دلوقتي ان اني ارد اللعنة عليه واقول كده، ولا هي كده كده اللعنه مردوده؟ بارك يعني الله يعني فيك. جزاكم الله خير، حضرتك دلوقتي بترد على الشبهات، لكن انا بقى في حته اللعن دي، انا دلوقتي كواحده يعني اسمع الكلام ودمي يتحرق والواحد يبقى يعني لا يسأل الله العافيه، خلاص الواحد بقى يترعب، يفتح تلفزيون بقى يترعب يتفرج على حاجه، بقى يترعب يسمع بقى البرامج الحواريه يعني التصنيع الزايد قوي قوي قوي، وكيفيه ادخال الشبهات وتمييع الامور، وان يعني إماتة العقيدة في قلوبنا، إماتة القيام بدولة إسلامية، الكلام عن السلف، كل الأمور في البرامج الحوارية دي اللي مش عايزة أذكر أساميها، لأن هما ما يستاهلوش أساساً إن إحنا نذكر أساميها ولا نذكر أسامي المذيعين اللي بيقوموا بيها، ومفهوم جداً هما قصدهم إيه وعايزين يعملوا إيه. هل دلوقتي كمان الواحد يخاف يسمع البرامج الفضائية اللي المفروض إن أنا بتعلم منها دين، ويعني هل كمان الواحد يعني الواحد والله ما بقى مستحمل، ما بقاش مستحمل فتن، وبقى كل يوم ده بقى كل لحظه، بقى كل لحظه كل اسبوع كل يعني. جزاك الله خير اختي مها، بارك الله فيك وزادك الله غيره، ويعني هذه اخت فاضله لعل نبرات صوتها يعني تتكلم عما لم يتكلم به الرجال، ونحن ورب العرش العظيم نعيش محنه نسأل الله عز وجل أن يثبتنا فيها. تكرر علي السؤال في الخوض في الكلام عن الفرق والرد عن شبهات الشيعة، بالأخير اتصال، الله يكرمك أخي حمد. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد وحياكم، وجعل دموعك في ميزان حسناتك مناجية لك يا رب. آمين آمين، ويا خالص لوجهه ونال زكيك على الله. جزاك الله خير. يعني أرجو ألا تحزن، فالسنة وأصحاب النبي وأمهات المؤمنين ما دافع عنهم أحد إلا رفعه الله إلى أعلى عليين، هذا أمر. أما الأمر الأخ المتصل من العراق والذي سمى نفسه عبد الله، وقلتم بالحلقة الماضية أنه سمى نفسه عبد الرحمن، فهو معروف اسمه الحقيقي هو اسمه ثائر الدراجي، وبيجلس في حوزة من الحوزات وحولهم الكتب وأكثر من 20 شخص يمولونه كعراقي، ويبدأ يلقي هذه الشبهات. أما ما ألقى من شبهات شيخنا أرجو ألا ترد عليها، لأنهم يتبعون طريقة هذه الأحاديث حتى وإن وردت الأول، إن وردت حتى في مجمع الزوايا الهيتمي أو للذهبي، فيوردونها في كتب السنة لتضعيفها، فهم يأخذون الحديث بالرقم بالصفحة من كتب السنة حتى يوحوا أنها موجودة في مجمع الزوائد أو موجودة لدى الذهبي أو موجودة لدى الطبري، طبري السنة طبعا لأنه عندهم طبري شيعة. بل فضلتك شيخنا، نعم معك يا محمد، لؤماء فقط يلقون بالشبهات، فأرجو ألا تضيع وقتك ولا تحزن، واعلم أن الله تعالى يدافع عن أصحابة نبيه وعن أمهات المؤمنين وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي آل البيت. جزاك الله خير يا أخي محمد، ونفع الله بك بهذه المعلومات التي أثريت بها اللقاء.